السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أرسم أنا بعض البيانات. أجي هنا وأقول له بنت ديت، بيبدأ يجيب لي حاجة بالشكل دوت. فأنت تقدر مثلا ترشهم مثلا براش بالشكل دوت وبالشكل دوت مثلا. أها او ممكن تحطه واحده واحده بالشكل دوت اهو، او تعمل سيلكت على بعض الحاجات بحيث ان هي دي بس اللي هتظهر معايا، او تقول له مثلا كلير عايز تمسح كل حاجه، عايز تعمل تشتت شويه بالشكل دوت، عايز تبدا تجمعهم. ففي شويه امكانيات حلوه في البنت داتا، تقدر تحط الداتا بتاعتك ديت. طيب بعد كده هقول له انتراكتيف. انتراكتيف مش موجودة. ليه مش موجودة؟ تعال نبص كده، ده هنا الداتا مفيش educational، احنا محتاجين نقول له ادنس ونقول له الجزء بتاع الادوكيشنال زيرو معانا، فهيبدأ يعمل له انستولينج. زي ما انت شايف في حاجات خاصة بالتكست، في حاجات خاصة بالجي او، في حاجات خاصة بالاكسبلين، الايمج اناليسيس، الاناليتيك، النتورك، في انواع كتيره جدا تقدر تضيفها لبرنامج الاورنج بحيث ان انت تخلص الابحاث بتاعتك. طيب تعال برستارت سيف. طيب هنسيفه على الدوكومنتس او على الداونلودز او سيف. اهوت دلوقتي الادوكيشن اهيت، فنقدر نختار منها انتراكتيف كي واقدر اوصل بينهم. تعال نشوف هو بدا ينظم المعلومات مع بعض. نقدر ندوس تاني فيبدا يحاول ايه يخليهم الحاجات المتشابهه او يخليهم مجموعات مع بعض بالشكل دوت. ممكن تقول له راندوم وتبدا تقول له يبدا يعملهم تاني، يعمل سيموليشن. بالشكل دوت. طيب لو انا جيت هنا في الداتا وقلت له انا عايز داتا تيبل، هيقدر يقراهم بالشكل دوت. المعلومات اللي احنا حطيناها في الشكل دوت هو بيقراها زي ما انت شايف. نعمل سيلكت على بعض العناصر، وتلاقي الأرقام كلها بتتغير لان هو بيقرا من الاكس والواي بتاعتك. يعني لو عملنا كده سيلكت على كله عشان تبقى معاك، هتلاقي الارقام كلها بتختلف لان انت الاماكن اللي انت اخترتها اختلفت.